روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه ليحذره الناس. لذا فإن سكت غيرنا فإننا لن نسكت بإذن الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اسمعوا أيها الناس ماذا يقول الحكوات الداهية عمر خالد. في هنا معنى ثاني الحقيقه جميل ان احنا نقوله. خلي بالكم يا جماعه، ابليس كفر بربنا ولا ما كفرش؟ لا ما كفرش. ابليس ما كفرش. بص ابليس بيقول له ايه؟ خلقتني. يبقى هو اعترف لله ان هو خلق ولا لا؟ مش كده؟ قال خلقتني من نار وايه؟ وخلقته من طين. فانت خلقتني وانت اللي خلقته. وفي ايه ثانيه يقول له ايه؟ قال فبعزتك. يبقى مدرك عزة الله عز وجل ولا لا؟ وفي آية ثالثة يقول له إيه؟ قال فأنظرني إلى أمري وأعطيهم بإيدي. هذا الكلام من أعجب ضلالات عمر خالد، وهو فيه يكذب القرآن صراحة. فعمر خالد لا يعتبر إبليس كافرا، مع أن الله تعالى يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى آيات أخرى في تكفير إبليس وردت صراحة في القرآن الكريم. ويكفيك ضلالا يا عمر خالد أن تكذب قول الله تعالى: وكان من الكافرين. وكفر إبليس أمر يعرفه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، بل ويعرفه اليهود والنصارى، ولا يختلفون في هذا الأمر. فما سر دفاعك عنه يا عمر خالد؟ بل تآخيتما على الضلال، فلذلك رحت تدافع عن أخيك وتكذب الله تعالى والعياذ بالله. وأي كفر أعظم من أن يعترض المعاند على ربه صراحة كما فعل إبليس اللعين، حتى ولو قال عن الله ربي 1000 مرة. فهل مجرد قول ربي دليل إيمان يا عمر خالد؟ وهي كلمة يقولها المجوسي والسيخي وعابد الوثن والشياطين. وأي كفر أعظم من أن يعترض المعاند على ربه صراحة كما فعل إبليس، حتى ولو قال عن الله خلقتني 1000 مرة. فهل مجرد قوله خلقتني دليل إيمان يا عمر خالد؟ فاسمعوا يا ناس، الله وصف إبليس بالشيطان الرجيم وبأنه من الكافرين، وبقوله ففسق عن أمر ربه، وقوله أبى واستكبر، وبأنه اعترض على الله، وأنه طرده من الجنة، ووصفه بأنه من الصاغرين، ووصفه بالغواية فبما أغويتني، ووصفه بقوله مذءوما مدحورا، وقال عنه بأنه ومن اتبعه في النار، قال تعالى: لأملأن جهنم منكم أجمعين، وقد لعنه الله بقوله: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ووصفه الله بأنه عدو لرسول الله آدم، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. ومع ذلك كله يرى عمر خالد أنه لم يكفر. فمن نصدق، عمر خالد أم القرآن الكريم؟ وبقول من نأخذ، بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بآراء عمر خالد الشاذة؟ ولا ندري، هل سيقول عمر خالد للناس في شريط مقبل: تبركوا بولي الله إبليس؟ من يدري. فمن صدر منه القول الأول لا يستبعد منه الثاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الداهية عمر خالد: مش ان هم يهود، مش فتنا على يهود ان هم ايه؟ ان هم خدوا ارضنا، ان هم خدوا مقدساتنا وذبحوا اخواتنا. فاحنا مش مشكلتنا مع الديانه اليهوديه،
الديانة اليهودية ديانة زي بقية الديانات، وديانة ديانة سماوية سواء حريتها أو لا، لكن نحترمهم. لكن إحنا مشكلتنا مع مين؟ مع الاحتلال العربي، ومش هنعمل ليه لغاية ما نرجع قضية. وسنكتفي بالرد على مثل هذا الفساد والضلال بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولما نزلت الآية يقول عدو الله الداعي إلى الكفر وإلى عبادة غير الله المدعو عمرو خالد في محاضرة ألقاها بتاريخ 11/3/2002 في المدينة الرياضية في بيروت: تعالوا نمسك حاجة ثالثة، الإسلام وحرية العقيدة، تعبد اللي انت عايزه. والرد أنه يجب على كافة الكفار المكلفين الدخول في دين الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والرد أيضا أنه لو كان الأمر كما يقول هذا الرجل لكان الله ترك الناس من أيام سيدنا آدم ليعيشوا كما يريدون ويعتقدون ما يشاءون، ولما أرسل الله الأنبياء. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ويقول الله تعالى: فإياي فاعبدون.